شغال. مساء الفل عليكم حبايبي، مساء القشطة بابا جامع، من بيتي من مطبخي من لندن. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طبعا الناس الجميلة اللي شاركتني يومي الصبح بشكركم جدا قوي خالص، لان انتوا فعلا ناس عندكم ذوق، مش عشان في وصفايا بس، بتشاركون ابي بتشاركون ابي في كل حاجة. واليوم الحمد لله خلص على خير، عند انا ناو هحضر عشوة بسيطة شوية، بس ممكن ما اطبخهاش، ممكن اخليها لبكرة تو مارينيتد يعني. وفي نفس الوقت عايزة اكمل حاجة بدأتها معاكو قبل العشوة امبارح، كنت قلت لكم او اول امبارح، I think I don't remember، مش فاكرة اول امبارح هي، لان انا امبارح كنت مشغولة. Day before yesterday كنت I was trying to tell people about something brilliant. They are selling it in Egypt. It's a special serum actually. في ناس قالت لي ما شفناش الصورة كويس لما مسكتيه. Here we go يا جماعة. This is the serum I'm talking about. It's for hair, for face. السيرم ده من جماله أو من حلاوته، أنا عشان جربته قبل كده أنا عجبني جبت منه تاني. دي مش منتجاتي أنا، دي منتجات أصالة من مطبخ ماضي، بتتباع في جميع الصيدليات في كل إسكندرية ومصر. منتجات أصالة، أنا كنت من سنة استعملت ماسك حلو قوي معاكو، كان اسمه ماسك الحنة البيضة، وجربته على وشي فعلا جاب نتيجة. وبعد كده عرفت لما نزلت اسكندرية، لقيت في اعلانات كتيرة قوي في الشوارع، ولقيت كمان اعلانات في التلفزيون في قناة النهار ماسك الحنة البيضة، فعرفت ان هو ماسك ناجح. انا بقول لكم الموضوع مش بس الماسك بتاع الحنة البيضاء، لا بالعكس، الحنة البيضاء احنا جربناها سوا في فيديو ايوه من سنة، كان حلو فعلا وبيض لي بشرتي، ومن حبي فيه اشتريت منه كتير جدا، عندي كمان هنا كتير قوي منه، نبقى نعمل عليه حلقة تانية ان شاء الله. بس دلوقتي انا بقول لكم سيروم أصالة اللي انا قلت لكم فعلا هو حلو، مش بعملها دعاية، انا معرفش حد، انا بحاول اقول لكم على السر. انتي ممكن بتشتري سيروم غالي ماركات كبيرة عالمية excellent of course، بس احنا بنحاول نجيب الحاجات اللي على قد ايدينا، يعني اللي من إمكانيات أي ست بيت تقدر تشتريها. سيروم أصالة أنا فتحت منه واحدة أول ما وصلت من مصر. When I came back I opened one of it. Okay. And I use it on my hair. I use it on my skin. Daytime. ينصح بي عادي جدا في الشمس. أنا استعملته في الشمس. طر لي شعري قوي قوي، اتس اميزنج، بيدي لمعة حلوة للشعر، وهو مصنوع من كمية يعني كمية مستخلصات طبيعية فعلا هايلة وبتجيب نتيجة. مش هشكر فيه علشان انا باخد قرش فيه ولا حاجة، لا انا بشكر فيه عشان انا جربته من سنة معاكم ولقيته حلو، فجالي فكرة اني اقدر اصنع من السيروم ده واخليه اغلى مما تتخيلي. حاجة واحدة بس اقدر اضيفها، انا اسفة جدا يا ماضي، وأسفة جدا يا جماعة الناس اللي بتشتري الحاجات دي، أنا بقول لكم بأمانة أنا هحط إضافة على السيروم ده عشان أخليه بما يعادل السيروم بتاع أوروبا. إيه الحاجة
اللي حنحطها على السيروم عشان تديني نتيجة أفضل اختياري ليكي لو متاح. لو مش متاح عندك وبس اشتريتي السيروم، انت كده برضو مش خسرانة، بالعكس هو بيدي نتيجة حلوة. بس عشان انا هستعمله على بشرتي اكتر من شعري، يعني هستعمل لشعري اوف كورس، جايبة منه كمية لشعري وجايبة منه كمية لوجهي، بس انا هستعمل دلوقتي امامكم قبل ما احضر العشاء، هستعمل واحدة دلوقتي وهقول لكم هعمل فيها ايه. الحاجة اللي انا هحطها عليها هي حاجة اختيارية. اختيارية يعني ايه؟ يعني تقدري تقولي يس انا هقلد ابي وهعمل سيروم اصالة، هو بيشحن لكل بلاد العالم، they are shipping everywhere in the whole world، ordered. هحط لكم اللينك بعد انتهاء الفيديو، انا فاكره ان انا حطيته قبل كده على صفحتي. اللي عايز يعمل اوردر، اللي عايز يشتريه، رخيص مش غالي، it's really cheap, it's not expensive, everybody can afford it. من كل انحاء العالم بقول لكم بامانه، سيرم اصاله من الحاجات اللي خلتني أروح أشتريها تاني لما لقيت نتيجة منها حلوة. أوكي ناو، عشان ما نطولش عليكم، أنا هفتح سيرم أصالة ناو وهاخد منه حبة كده، نقطة كده على إيدي دلوقتي أمام الكاميرا أهي، نقطتين من سيرم أصالة، وهحاول إن أنا أعمل له مساج وأشوف هيحصل إيه. دلوقتي أنا حطيته على بشرتي حاليا أمام الكاميرا، مليان أعشاب طبيعية ريحتها حلوة قوي على فكرة، يعني حتى هتشميها يعجبك، يعني هيريح لك أعضائك، يعني اختفى تماما. أوكي ملوش أي أثر، ملوش وجود، عشان كده أنا اشتريته على فكرة. اولا ما فيهوش ماده زيتيه تخليكي تحسي ان انتي حاطه حاجه فيها زيت، يعني تقريبا بعد لما بتحطيه it's gone، بيديكي لمعه في الشعر. هاخد منه شويه كمان على ايدي هنا كده like this. السيروم ده فعلا يستاهل ان انتي ما تضيعيش فلوسك في اي حاجه مستورده وتشتريه. وهعمل بيه شعري now like this. already ممكن تحطيه على انه هو ستايلينج، يعني ممكن تاخديه على ايدك تاني نقطتين، طبعا انا هحط شوية عشان تشوفوا يعني، لكن انا already مش حاطه من الاول. It's really good, it's very 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 nice، يعني حاجة للشعر وللوجه، تخيلي بتوفري قد ايه. اوكي للبشرة للكفوف، حلو بيلمع بيطري، وفي نفس الوقت ريحته مريحة مش مؤذي. alright تمام. بما اني معروفة اني بصنع كريم الذهب من الزعفران، فأنا النهاردة هحط لكم حاجة على السيروم، حاجة مكملة للسيروم عشان أحوله لسيروم من السيروم بتاع العالم كله العالمي. السيروم العالمي اللي هم بيعملوه إيه؟ بيحطوا حاجات معينة في السيروم علشان تديكي نتيجة تبهرك تقومي تشتري منه تاني، لكن أنا هقولك بمنتهى البساطة، أنت هتشتري على قد إيدك وعلى قد إمكانياتك من سيروم أصالة. سيرم أصالة من مطبخ ماضي، مكان موثوق فيه والناس كلها عارفة مين هو ماضي في اسكندرية في المنشية، وأنا كنت عندهم وعملت فيديو من سنة. وهاخد الزعفران وهحطه جوه البرطمان ده أو الإزازة دي وهزقه لجوه like this وهقفله
بنش اوف سافران حطيته على السيرو. السافران هيعمل ايه؟ هيديني الجولد، هيديني الشيء الغالي الغالي عشان اقدر اخد السيرم ده واستعمله. It will give you a beautiful result. Look at that color. It's changing. بصوا. وكل لما هتسيبيه وهترجيه قبل الاستعمال كده، وهترجعي تاني تشوفي، هتلاقي اللون بتاعه بيتغير. اختراع ما حصلش، انتي كسبانه. لو ما عندكيش الزعفران استعمليه لوحده حلو، لو عندك الزعفران استعملي الزعفران جوه. طبعا هم عمرهم ما يحطولكوا زعفران جوه السيرم، لانه زعفران غالي جدا وبيتباع بالجرامات. يعني انا ممكن اشتري زعفران ايراني، اقدر اشتري زعفران من اي حته في انجلترا هنا غالي. يعني ممكن اشتري شويه زعفران غاليين، لكن الناس اللي عندها زعفران وتقدر ان هي تجتهد وتعمل اللي انا عملته ده دلوقتي، مش هيجرى حاجه ابدا، بالعكس انتي كسبانه. عارفه ليه؟ لانك لما هتاخدي منه بعد كده، طبعا اوف كورس هو ملحقش يرقد ويقعد، بس انا هوريكي بطريقه سريعه. ناو here we go. هيديني اللون الجولدي البرونزي اللي هو اي حد بيحبه على بشرته. هاخد منه كمان شويه من تحت كده واحطه على ايدي، واعمل بصوابعيني كده واعمل مساج على بشرتي. الزعفران مع السيروم هيديكي رونق لبشرتك. Of course أنا بتعدى حدودي، أنا أسفة إذا كان في حد هنا يعرف ماضي ولا هيروح يفتن عليا. بليز ما تفتنوش عليا، أنا ببتكر شيء جديد من سيروم بيتباع برخيص في بلدنا. أوكي، كل لما بتسيبيه شوية كل لما بيتقل، كل ما بتسيبيه شوية كل ما بيتقل. دي الفكرة اللي أنا قلت لكم هعملها معاكم وهنفذها معاكم على اللايف. Here we go. صافرن دخل جوه السر. Pinch بين صوابعك. Inside. اللي عجباه الفكرة يعملها، اللي مش عجباه الفكرة وما عندوش فلوس عند كاش يشتري زي ما هو كده رخيص وجميل وتحفة وريحته تجنن. الزعفران ده لما هيقعد اكتر هيديكي لون احلى بكتير قوي. جولد سيرم، انا حولت دلوقتي السيرم اللي في متناول ايدي الجميع الى سيرم من الجولد. ده هدية من ابي لندن ووكر للناس اللي عشاق اللي بيشتروا الحاجات الجاهزة. اوكي، ده حاجة من الحاجات اللي أنا وعدت بيها ونفذتها. ناو إضافة واحدة، حاجة واحدة بس، الزعفران من الشعيرات البسيطة اللي هي فعلا بجد فعلا أبهرت كل العالم. أوكي، that's number one. الشعراية بتاعت الزعفران، علشان تفهمي الفرق لازم كل شعراية تكون قد التانية. يعني لازم ما تحاوليش ان انتي حد يضحك عليكي ويديلك نشارة خشب مطلية اللون، لا، شعريات الزعفران بتكون كلها شبه بعضها بنفس المقاس، بتكون تخينة شوية من تحت ورفيعة من فوق. اللي ما يهموش الشرح اللي أبي تشرحه يروح يقعد عند أي واحدة تانية. فأنا بصراحة مش هضحك عليكو، صنعت دلوقتي بأسرع ما يمكن من بنش اوف زعفران جوه سيرم، وهنخليه على جنب لحد لما اخلص اللي انا هعمله وهوريه لكم اخر اللايف اتحول لايه.
كده اذا انتي كسبتي حاجة رخيصة، ولو عندك الزعفران وانتي ربنا سترك عند مديكي تقدري تعملي اللي انا عملته. اوكي، بمنتهى البساطة. كمان في واحدة صاحبتي كانت طلبت مني حاجة وانا قلت لها عليها، وفي نفس الوقت وعدتها ان انا اوري لها هي ايه. اوكي، ناو لقيت وانا بشتري الحاجة، لقيت ديودرنت صناعة مصرية. الديودرنت الصناعة المصرية ده برضو من أصالة. أصالة مش مخلي حاجة يا جماعة، أصالة عامل كل حاجة، عامل فعلا كل حاجة، بس أنا طبعا مش هشتري من عنده كل حاجة، يعني أنا باخد اللي أنا ممكن أحتاجه. alright، في عنده مسحوق طبيعي لإزالة رائحة العرق أهو، أصالة بيتباع برضو في صيدليات في كل حتة، سعره مش غالي. أوكي، عليه تاريخ الصلاحية، مقفول ومحكم، في منه بريحة المسك، ده بريحة المسك، وفي منه بدون ريحة، الأزرق بدون ريحة والأخضر بريحة المسك. أنا ما فتحتهاش، شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. العبوة بتبقى شكلها كده بالظبط زي ما انتم شايفين، مش غالية، رخيصة. قبل الاستعمال اعملي شيكينج كده، وحاولي ان انتي تمشيها وتشوفي. عارفين ده ايه يا جماعة؟ ده اللي انا علمته لكم. عارفين ده ايه؟ الناس اللي عارفيني عارفين كويس. او اولا هيبيض لك تحت باطك على فكرة، لانه معمول بمكونات انا عملتها عندي في خلطة من خلطاتي مزيل العرق. في اللي بالمسك وفي اللي من غير ريحة، منتهى حاجة فخر مصر بصراحة. يعني انا مش بدافع، انا انتوا عارفيني، انا بقول الحق. انا لما امسك حاجة زي دي بقول أيوة أنا جربت واحدة منها المرة اللي فاتت فعجبتني فجبت 2، حدي منهم واحدة صاحبتي جاية تزورني بكرة، وهخلي واحدة لنفسي اللي بالمسك عشان أنا بحب ريحة المسك دي. برضو من الحاجات اللي أنا جبتها معايا من كايرو، وفعلا بجد لقيتها حلو حلو. على قد إيدك، على قد إمكانياتك، مش عايز تعملين وصفيات أبي ولا عايز تعملين وصفيات حد، تقدري تشتريها جاهزة. اوكي، نرجع تاني ونشوف الأخ ده بعد لما قعد ثواني كده ونرج. سيروم أصالة بالذهب، سيروم أصالة بالذهب، هدية من أبي لندن ووكر، لمطبخ ماضي وعطارة